بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا متابعينا محبي سباقات الهجن العربية الأصيلة، أسعد الله صباحكم بكل الخير، وهذه أجمل تحية نحييكم بها هنا من هذا المكان تحفة ميادين سباقات ميدان المرموم في انطلاقات هذه الفترة الصباحية سن اللقايا لأبناء القبائل، وأربعة عشر شوطا بإذن تعالى في انطلاقات هذه الرياضة العربية الأصيلة التي تبدأ بكل التحدي والإثارة والانطلاق. نبدأ هنا على أول الأشواط، الشوط الأول وهو الشوط الخاص بالإبكار المحليات الأصائل الذي يعلن انطلاقه هنا مباشرا ببداية المنافسة على أرضية هذا الميدان. نبدأ مع المقدمة، نتابع الصدارة مع الخمسة كيلومترات مسافة التحدي والإثارة. هنا على المقدمة تأتي شواهين، على المركز الأول خليفة بن علي بن بخيت المسافري في الصدارة، بينما المركز الثاني لا زالت الشاهينية سالم بن مغير بن سالم العميمي على المركز الثاني. الثالث هنا وصلت يا سلام منصور محمد بن عتيج بالعرطي القادمة بقوة إلى المركز الثالث. نبقى مع الصدارة هنا اللي حملت الشاهينية، المتحدي سالم بن سعيد بن منانة ينطلق إلى المركز الأول والصدارة الأولى في هذا الانطلاق. مستفتح ناموسي هذا الصباح بوجود هذه الشاهينية على المركز الأول والتحدي الأول. 200 متر أخيرة تفصلنا عن خط النهاية، وهنا لحظات الانطلاق النهائي والشاهينية. تهانينا والناموس في هذه اللحظة لسيد سالم بن سعيد بن منان، وسلام يا زعبيل سلام بهذا الأداء الجميل. تهانينا والناموس، الشاهينية في المركز الأول، تم في المركز الثاني علي بن راجد بن غدير منصور في المركز الثالث، لمحمد بن عتيج بن عرطي في المركز الرابع، هملولة عبد الله بن سيد بن مبارك الخيلي وزاخر في المركز الخامس، سلطان بن محمد بن مسفر بالقوبع المنصوري. هذه الأسماء وهنا التحديات وهنا الانطلاقة في هذه اللحظات. أعود إلى القمة والبداية وهذا الانطلاق. إذا توقيت زمني اللي صاحب الشاهينية في أول انطلاق 7:48 ثلاثا من الأجزاء من الثاني. تهانينا السيد سالم بن سعيد بن منانة في هذه الانطلاقة الأولى، المركز الثاني كان من نصيب تم اللي وصلت في المركز الثاني. تهانينا السيد علي بن راجد بن حمد بن غدير 7:49 ثلاثا من الأجزاء من الثاني. تهانينا والناموس في المركز الثالث كان لنصيبي منصورة على المركز الثالث. تهانينا والناموس سيد محمد بن عتيج بن عرطي الحميري 7:49 سبعة من الأجزاء من الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم.